بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان الجذور المربعة عمليات، يعني سوف نبسط التعابير الآتية. جذر 6 في جذر 5. إذا نبسط هذا التعبير، سوف نحاول أن نفكك هذه الجذور، يعني هذه الأعداد، إلى جذور مربعة إن أمكن. إذا جذر 6 يعني يساوي جذر 3 في 2 في 50، 25 في 2، 25 جذر مربع يعني جذر 5 يساوي جذر مربع 3 في جذر 2 في جذر 25 في جذر 2. إذا جذر 2 في جذر 2 يعني جذر 2 أس 2، جذر 25 هو جذر 5 أس 2. إذا جذر 3 في جذر 2 أس 2 في جذر 5 أس 2 يساوي جذر 3 في 2 في 5 يساوي، إذن 2 في 5 10 في جذر 3. إذن جذر 6 في جذر 50 يساوي جذر 10 في يساوي 10 عفوا في جذر 3. جذر 24 في جذر 16 يساوي جذر 6 في 4 في جذر 4 أس 2 يساوي جذر 6 في جذر 4 في 4 يساوي جذر 6 في يعني جذر 4 يساوي جذر 2 أس 2 يعني جذر 2 أس 2 في 4 يساوي جذر 6 في 2 في 4 يساوي 2 في 4 يساوي 8 في جذر 6. جذر 5 أس 2 في 2 زائد 8 أس 2 ناقص 14 يساوي يعني في هذا التعبير لا يمكن أن نفكك الجذر، مثلا كما فككنا في جذر 6 جذر 50 25 في 2، يعني نفكك عندما يكون عندنا ضرب، أما عندما يكون الطرح أو
الجمع فإن لا يمكن أن نفكك الجذر، بل يعني نبسط ونحسب. إذن 5 أس 2 25 في 2 زائد 8 أس 2 64 ناقص 14. يساوي إذن 25 في 2 يساوي 50 زائد 64 ناقص 14 يساوي إذن 50 زائد 64 114 ناقص 14 يساوي إذن 114 ناقص 114 ناقص 14 يساوي جذر يعني 100 يساوي 100 يعني مربع 10 يعني 10 أس 2 يساوي 10. إذا ننتقل إلى عملية أخرى. مثلا جذر 3 في جذر 3 زائد 5 يساوي جذر 3 في جذر 3 زائد جذر 3 في 5 يساوي إذن جذر 3 2 زائد يعني 5 في جذر 3 يساوي جذر 3 أس 2 يساوي 3 زائد 5 جذر 3. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.